السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. وفي هذه الحلقة سأريكم أفضل وأسهل طريقة تستطيع من خلالها تشغيل ألعاب البلايستيشن 1 على الحاسوب بدون الحاجة إلى البلايستيشن 1 نفسه، وأيضا بدون الحاجة إلى السديهات التي نقوم بشرائها سابقا وتشغيلها على البلايستيشن 1. فكل عملنا سيكون فقط انطلاقا من الحاسوب بدون الحاجة إلى البلايستيشن، بدون حاجة إلى السيدي الخاصة باللعبة. المميز ويعني الشيء الذي يجعل هذه الطريقة هي الأفضل والأسهل هي أن المحاكي الذي سنقوم بتجربته وتشغيله في هذه الحلقة لا يحتاج إلى تثبيت على الحاسوب، وحجمه حوالي 1 ميجا أو 2 ميجا، يعني حجمه صغير للغاية. كذلك الألعاب التي ستقوم بتنزيلها سهلة التنزيل، وحجمه يتراوح من بين 200 إلى 400 ميجا 300 ميجا، يعني على حسب نوع اللعبة. وبعد ذلك تستطيع تشغيل يعني الألعاب على المحاكي بدون أي شيء وبدون أي مشاكل انطلاقا من حاسوبك فقط، وتستمتع بالألعاب الذي كنت تلعبها سابقا، هذا في حال كنت من الجيل الذهبي. وإذا كنت من الجيل الجديد سترى الألعاب التي كنا نلعبها سابقا على البلايستيشن 1. غير ذلك لا تبتعد كثيرا وابقى معي بعد هذا الفصل الإعلان القصير لنمر إلى الشرح مباشرة. إذا مشاهدي الكريم، في البداية ستدخل إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو لتحميل المحاكي. كما ترى أمامك حجمه 1.7 ميجا بايت، تقوم بالضغط على اضغط هنا لتنزيل الملف وتقوم بتنزيله. هذا المحاكي. أما من ناحية الألعاب ستقوم بالدخول إلى هذا الرابط. طبعا يوجد العديد من المواقع التي تستطيع تنزيل الألعاب من خلالها، ولكنني أجد هذا الموقع هو أفضل موقع وموقع يعني مميز للغاية. يمكنك البحث من هنا عن أي لعبة تريدها، كذلك يمكنك مشاهدة الألعاب الأكثر تحميلا، أيضا يمكنك البحث على حسب الحرف أو يعني التهجئة أو سبيلينج. سأختار حرف D على سبيل المثال وأقوم بتنزيل لعبة درايفر، اللعبة المفضلة لدي أيام البلايستيشن. وإذا نقوم بالبحث عن اسمها حتى تجد الدرايفر أو أي لعبة طبعا تريدها، هذه هي اللعبة كما ترى أمامك. أقوم بالضغط عليها هكذا. طبعا كل الألعاب بنفس الطريقة، هذه صور من اللعبة. الآن تضغط فقط على داونلود ناو، تنطبق لك هذه النافذة، تنتظر يعني الوقت الذي يظهر لك. الآن تضغط على داونلود يور فايل لتنزيل ملف اللعبة، ويبتدئ التنزيل. حجمها 372 ميجا بايت تقوم بتحميلها. الآن أصبح لدينا ملف المحاكي وكذلك هذه اللعبة درايفر، وهذا ملف المحاكي. سنقوم بتشغيل ملف المحاكي. هذا هو الملف كما ترى أمامك. الآن تقوم بإنزال هذه النافذة. كما ترى أمامك الآن يعني لنضبط، يعني أريكم بعض لمحة بسيطة عن الضبط ربما تحتاج إليه. ستذهب إلى كرت الذاكرة وتضغط على هذا الخيار وتختار الخيار الثلاث أسفار هنا، وهذا الخيار تختار 0 و 1، طبعا ستجده فارغ في البداية كمبدئي. الآن يعني يمكنك يعني تعديل على الضبط على حسب يعني ما تريد. هنا الصوت تستطيع يعني نفس الجهة يعني تعديل على الصوت، رفعه إخفاضه. غير ذلك الصورة كذلك تستطيع اختيار الشاشة كاملة، تختار يعني طريقة العرض، كذلك أداة التحكم، يعني يمكنك يعني توصيل يد تحكم أو عصا تحكم وتسجيل إعداداتها هنا حتى تلعب من خلالها. العديد من الإعدادات التي يمكنك اختيارها. بعد ضبط الإعدادات وطبعا النقطة التي أريتكم إياها كرت الذاكرة فهي مهمة جدا. الآن ستقوم بفتح اللعبة، تضغط فقط على ملف إدخال صورة سي دي، تقوم بالانتقال ملف اللعبة درايفر. ستجد هنا يعني ملفين يظهر لي بصيغة كأنه ملف ميديا، لا تنتبه له، فقط قم بتشغيل الملف. ربما تجد ملفين، قم بتشغيل الملف الذي تجده بصيغة بن، وكذلك الذي تجد حجمه يعني الأكبر هنا 1 كيلو بايت، لا تقم بتشغيله، قم بتشغيل هذا الملف هكذا.
كما ترى أمامك مشاهدي الكريم. اللعبة تشتغل بدون أي مشاكل، وكأنني أقوم بتشغيل بلاي ستيشن. مشاهدي الكريم، يعني لعبة درايفر على الحاسوب رائعة للغاية. لعب بلاي ستيشن 1، تنظر حتى يتم تشغيل. أنا أقوم بتفويت الفيديو الإعلاني تبع اللعبة. طبعا هنا تختار طريقة اللعب. اختار نوع السيارة هنا. الآن كم عليك هو الانتظار لحظات حتى يتم تشغيل اللعبة. طبعا على حسب اللعبة التي قمت بتنزيلها هو تشتغل وتلعب بدون أي مشاكل. سأريكم أنني ألعب بها واللعبة شغالة. لاحظ معي وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. رجاء أن إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك، وكذلك سبسكرايب للاشتراك في القناة والتوصل بجديد الحلقات شبه يومية فقط بالضغط على زر اشتراك وسبسكرايب. يظهر الآن أسفل الفيديو هنا على يميني، قم نقر عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة كذلك thtv.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. في حلقة قادمة، إلى اللقاء.